أمام كل إجابة وبعدين نتناقش أنا وياك على كل إجابة راح تجاوبها. السؤال الأول، من اللاعب الذي أقنعك خلال مباراتين مع المنتخب الوطني رغم تغيير التشكيلة؟ علي حسين علي لاعب لحد الآن، بس لكن أشكل عليه بين قوسين أنه الاحتفاظ أكثر من الاحتفاظ. ومن اللاعب الذي لم يظهر بمستواه خلال مباراتين؟ العمق مالتنا، أنا مسجلها العمق، يعني ما مستقبل عمق الدفاع. اي اتمنى منو منهم؟ احمد لو سعد؟ لا اثنيناتهم، هم كلهم لاعبين، يعني لاعبين، لكن مرات اليوم شفنا بالدقائق الاولى خلص الوقت. ايهما مهيئ اكثر لحراسه اسود الرافدين، جلال حسن ام محمد حميد؟ جلال حسن. الارهاق البدني بسبب طول الدوري قلل من مستوى لاعبي المنتخب الوطني، رايك؟ ليش؟ يعني المفروض يجيب 60 لاعب حتى لا يقلل من السيستم، قلل من الجهد. 60 لاعب يسحب المنتخب؟ هي بطولة ودية، يعني اعترفوا بها الاتحاد الفيفا قبل أيام. يعني إذا تجيب 60 راح يبين لك أنه اللاعب اللي لعب واللي ما لعب، اللي مجهد واللي ما مجهد. أنا شو أسوي بالمجهد؟ أجيب اللاعب البديل ماله. كلهم نفس الشيء، كلهم خايضين دوري، لاعبين محليين. لا أكو بيهم كابتن. يعني أجيب احتياط ما لاعب حتى والله مرتاح نفسياً ومرتاح بدنياً؟ مو أنت راح تستدعي، هو خلال لقاء راح يستدعي، يعني خلال أنه البرنامج العفو المؤتمر الصحفي يقول لك راح تستدعي لاعبين جدد. من هم اللاعبين الجدد؟ غير تستدعي لاعبين جدد حتى تشوفهم امكانيتهم. لا ربما فهمت بصوره خاطئه، قال اكتشفت لاعبين جدد. من هم اللي متواجدين حاليا ربما اللي تحدثت عنهم؟ ما مستدعيهم كلهم. هو ليش اقول لك استدعيهم؟ 60 لاعب من ضمنهم ممكن شباب يفيدوك، ممكن تقول لا ما يفيدوني. هذا الدليل انه انت تقول انه استدعيت لاعبين ممكن طلعوا مو زينين.